لقائنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما في برنامج اللامولاتي ومع أسماء الزراوي الأخصائية الحمية والتغذية. أهلا بك أسماء. أهلا سناء. اليوم غادي نتعرفوا معاك على الفوائد الصحية، يعني التناول ولا البروتين والزنك على الصحة ديالنا. فأهم حاجة نبغيو نعرفوا لكل المستمعات والمستمعين أو في البرنامج اللامولاتي، يعني شنو هو، شو كنقصدوا بالبروتين وبالزنك، يعني شنو هي الأهمية ديالو وشنو هما هاد جوج المواد قبل ما نتعرفوا على فين كيتواجد في المواد الغذائية. نعم، بالنسبة اليوم يعني اختاريت نهضر على جوج ديال العناصر، اللي هو بالضبط واحد الفيتامين جديد اللي كيعاون على الهضم ديال وعلى التمثيل ديال البروتينات، وحتى ماشي غير البروتينات، وحتى يعني لي زاسيد غرا ولا الأحماض الأمينية، وأيضا وايضا يعني الكربوهيدرات. وبالتالي هذا اللي هو ما معروفش بزاف، حنا يعني حنا دائما كنتكلموا على فيتامينات من نوع البي بي بي 9 والبي 12، ولكن هذا البيوتين هذا اللي كيتسمى هو فيتامين، واللي تعرف يعني دراسات يعني من اخر الفيتامينات اللي تم التعرف على الفوائد ديالها. يعني هذا البيوتين هو بروتين، البيوتين هو لا بغينا نسميه واحد مساعد ديال الانزيم، واللي كاين اللي كيعتبروا حتى انه فيتامين، كيسميوه انه فيتامين بي 8 ولا بي 7 ولا حتى بي اش. وهذا البيوتين هذا كيتواجد يعني ما كنتكلموش عليه بزاف اولا، على الرغم من ان النقص ديالو كيعطي اعراض اللي هي حتى هي مهمه، واللي يعني من الضروري اننا الجسم اننا نجيب ليه الكميه الكافيه من هذا البيوتين هذا، خصوصا فيما يخص مثلا الصحه ديال الشعر، الصحه ديال البشره، الشهيه ديال الاكل. فهذا الماده هذه هي مهمه بزاف، وايضا حتى العمل اللي يعني اي حاجه تناولناها من الاحماض الامينيه ومن البروتينات ومن يعني الاحماض يعني جميع الانواع ديال الاغذيه، ما كيكونش هناك واحد الاستغلال ديالها جيد وواحد التمثيل غذائي جيد ليها في الجسم ديالنا الا اذا كان حاضر هذه الماده هذه ديال البيوتين، لانها كتعتبر واحد الكو انزيم ولا مساعد على كيساعد الانزيمات على انها تحرق هذا الشيء اللي كنتناولوا هذا. يعني هاد الماده البيوتين يعني مهمه بزاف كيف ما قلتي، يعني كل انواع الجسم يعني خاصو ياخذ الحاجيات ديالو من هاد الماده. نمشيو لمادة الزنك. نعم. عاد نعرفوا فين كيتواجدوا. نعم، مادة الزنك هي واحد المادة أيضا اللي دائما كنهضروا غير على النقص في الحديد، هذه يعني كل شيء كيهضر على النقص في الحديد، على الرغم من أن حتى النقص في الزنك عنده واحد الآثار سلبية على الجسم ديالنا، وأحيانا كينوليو نعالجوا واحد الأعراض مرضية اللي السبب ديالها فقط هو نقص في الزنك. يعني لو أننا نعطيو ما يكفي من الزنك ونعطيو ما يكفي من الكمية اللي موصى بها عند الناس، ما غادي نتفادوا هاد الأعراض، وما نضطروش نعطيو أدوية ولا نبداو نعالجوا في شي أعراض اللي مثلا نعطيو مثال اللي هو معروف، بعض المرات بعض الانواع ديال الحبوب اللي كتجي يعني في البشره كيكون النقص ديالها، هذا السبب ديالها هو النقص في الزنك. يعني لو ان نعطيو مكملات غذائيه ولا نعطيو ما يكفي من الاغذيه اللي كتحتوي على الزنك خلال اليوم، يقدر يختفي هذا المشكل هذا نهائيا. بحال دابا من بين يعني المفاهيم المغلوطه اللي كانت عندنا، هو انه ملي كنشوفوا مثلا الضفران ديالنا فيهم واحد النقطه اللي هي بيضاء، نعم، كنقولوا على اساس انه راه نقص في الكالسيوم، ولكن هو راه نقص في الزنك. نعم، فهو نقص في الزنك يعني كيف ما تكلمنا مجموعه من الاعراض اللي تيكون السبب وراءها هذا النقص في الزنك، ولكن حنا ما كنقلبوش على، ما كنحاولوش ناخذ مكملات الغذائيه اللي فيها الزنك، ما كنحاولوش ناخذ اغذيه اللي فيها الزنك، يعني كل الاهتمام ديالنا كيتصب على الحديد. الحديد مهم ولا الفيتامينات الاخرى. نعم، ولا الفيتامينات الاخرى. الحديد مهم، ولكن ايضا الحديد ما يمكنلوش يكون واحد الامتصاص جيد ديالو، واحد الاستعمال جيد ديالو الا ما كانش رفقه المواد المعدنيه الاخرى. واخا اسماء، باش نفعلوا هذه الحلقه اكثر، يعني هذا البروتين ديال البيوتين وكذلك ديال الزنك، يعني فين كيتواجد بكثره، يعني من ناحيه اللحوم، الدواجن، الفواكه، الخضر، يعني المواد الغذائيه اللي كنستهلكوا. فبالنسبه للبيوتين كنلقاوه في الاغذيه يعني الحيوانيه والاغذيه النباتيه. مثلا في الاغذيه الحيوانيه كنلقاوه في الكبده، كنلقاوه في الكلى، كنلقاوه حتى في الفخوماج، كنلقاوه في السردين، وتلقاوه في اللحوم، وكنلقاوه حتى في صفار ديال البيض.
في الأغذية النباتية تلقاوه في يعني في البقوليات اللي يعني القطنيات بصفة عامة. داكشي علاش دائما كان نركزوا على التناول ديال اللوبيا، العدس، الفول، هادو نعم فهادو مهم أننا على الأقل واحد المرة في الأسبوع ندخلوه للنظام الغذائي ديالنا. وكنلقاوه أيضا في القمح يعني الكامل وفي الحبوب الكاملة، فهو مهم جدا. كتكون واحد الكمية ديال يعني لفلوغ انتسينا اللي كنسميوها دوك يعني الأحياء اللي كتكون عندنا في الجهاز الهضمي، أو للجراثيم النافعة اللي كتكون عندنا في البكتيريا النافعة اللي كتكون عندنا في الجهاز الهضمي ديالنا، حتى هي كتنتج هاد البيوتين هذا. فمن المهم أننا نحافظوا على هاد الجراثيم، وماشي غير البيوتين، فهاد البكتيريا النافعة اللي هي كتواجد عندها ما كتنتجش غير البيوتين بس، بل كتنتج أيضا مواد أخرى كتساعد على التخفيض من الكوليسترول فوالد الدار. إذا سمحتي نعم. عطيتينا هاد المواد الغذائية اللي يعني متواج اللي فين ممكن نلقاو البيوتين. نعم. وحتى الزنك. لا بالنسبة للزنك بالنسبة للزنك يمكن لنا نلقاوه أيضا في مواد أخرى. كنلقاو الزنك في بعدا بنبغي نتكلم على قبل البلاصة فين غنلقاو، بغي نتكلم على الأعراض ديال النقص ديال في الزنك وفي نعم البيوتين. نعم. فبالنسبة للأعراض ديال النقص في هاد البيوتين كنلقاو الضربات ديال القلب كتكون عندها في هاد الضرب، يعني كنلقاو تاكيكاردي، يعني ما كيكونش هذاك يعني دقات القلب منتظمة. نعم ما كيكونش هناك واحد انتظام. كذلك عندنا هذه مهمة جدا اللي هي الشهية ديال الأكل، ما كتبقاش وحنا كنشوفوا شحال ديال الاتصالات كنتلقاو كتقول لك ما عنديش الشهية ديال الأكل، عندي ما كنعش في الليل، عندي الدوخة، عندي هذه عندي هذه. فمن الأسباب اللي كتجعل هذه المسألة أنها تكون هو النقص في يعني كتبدا في الاول فقدان شهيه يمكن عادي لواحد المده معينه يعني الاسباب ديالو نفسيه ولا، ولكن من بعد ملي كتبقى هاد الفقدان ديال الشهيه وخا يكون مشاكل وخا يكون واحد عادي نعم كيبقى عنده نقص نعم يعني كيرجع الانسان للحياه ديالو العاديه والنفسيه نفسيا كيكون عادي، ولكن كتبقى هذيك النقص في الشهيه. علاش؟ لانه خلال هذيك المده ما خداش ما يكفي من الاغذيه اللي فيها هاد البيوتين واللي تسببت له، فان كيكون فقدان ديال الشهيه، كيكون يعني الشعور يعني بالأرق، يعني في الليل ما إنسان ما تقدرش ينعس، الدوخة كيحس براسه شوية فيه شوية ديال الغبينة. فهذه يعني لاحظي يعني قداش هاد البيوتين هذا مهم للجسم ديالنا، وقداش شنا هما الأعراض اللي كيدير. كذلك اللي مهم أيضا هو يعني كيؤدي للنقص ديالو الجفاف في الجلد، يعني البشرة كتكون جافة، وكيكون أيضا الاخر كيكون ايضا سقوط ديال الشعر، تساقط ديال الشعر. فلاحظنا ان مجموعه من المستحضرات ديال الشعر، العنايه بالشعر ومجموعه كتكون فيه ماده البيوتين فعلا بيوتين. فكتكون فيه هذه الماده ديال البيوتين، وكذلك الاصابه بالانيميا اللي هي فقر الدم، ويعني مجموعه من الاعراض الاخرى. اذا من المهم جدا اننا نتناولوا ما يكفي من هاد البيوتين باش نتفاداو هاد الاعراض الاخرى. كيف ما قلتينا على انه هاد ماده البيوتين هو انه كتسبب يعني النقص فيها كيسبب في جفاف الجلد، وحنا كنعرفوا جفاف الجلد كيعطي بزاف ديال المشاكل التجميليه بحال تساقط الشعر، بحال جفاف الشعر، يعني بحال التجاعيد في البشره. هادشي علاش خاص دائما مواكبه ما بين الاستعمالات الداخليه نركزوا على التغذيه السليمه. اذا سمحتي غادي نعاود نذكر المستمعات والمستمعين اللي يعني كيسمعونا اليوم، قلتي على انه هاد البروتين او هاد البيوتين فهو متواجد في الكبده، في الكلاوي، في الفرماج، في السردين، يعني في اللحوم، قلت لنا في الصفار ديال البيض، في البقوليات يعني الخضروات الورقيه، وفي القطنيات بالكامله، وقلت لنا حبوب يعني الكامله والقمح الكامل. نعم والقمح الكامل. واخا نمشيو لماده الزنك، يعني فين تواجد الزنك؟ يعني هادشي اللي تكلمنا عليه اللي هو كنلقاوها ايضا في اللحوم كمصادر حيوانيه، كنلقاوها في اللحوم الحمراء، وكنلقاوها في الدجاج، كنلقاوها في البيض خصوصا الصفار ديال البيض، وكنلقاوها حتى في الفواكه البحر. فواكه البحر كنلقاوها ايضا بكثره، بحال مثلا الكروفيت، بحال الكراب،
نعم في لي زويت فهذوك لقاو كميه مهمه. فيما يخص الاغذيه النباتيه كنلقاوه ايضا في الحبوب الكامله، كنلقاوه في القطنيات بالانواع ديالها، كنلقاوه في لي فخوي سيك. غير هنايا لي فخوي سيك بحال القرقع واللوز دائما كنركز على انه الكميه تكون قليله بالنسبه للناس اللي الوزن ديالهم زائد، لان حتى الحاجيات ديالنا من الزنك ما كتكونش كبيره. بحال دابا ما تبقى من الفواكه الجافه مثلا، نعم بحال دابا الكاجو البيستاش، نعم غير هو خاصو يعني من الافضل ان باش يكون واحد الاستفاده كامله. احنا ملي غنبغيو ناكلوا الفواكه الجافه بحال الكاجو ولا اللوز ولا القرقع وهادشي، نبغيو نستافدوا من الاحماض اللي هي غير مشبعه اللي كاين، ونبغيو نستافدوا من الزنك. لهذا كنحاولوا ننصحوا دائما انه ما يكونش هناك يعني يكون هذيك لا توريفيكاسيون، يعني ما يكونش محمر ولا ما يكونش مقلي، يعني يكون خضر. واخا المذاق ديالو محمر مع خضر راه شويه كاين فرق كبير، ولكن الواحد كيتعود. نعم وكنلقاوه ايضا في لي فخيز، زين كنلقاوه في لي فخيز، وكنلقاوه ايضا في يعني بكميات اللي هي اقل، ولكن في الخضروات الورقيه او في جميع الاحوال كل ما هو غني بالبروتين كنلقاوه فيه الزنك. نعم هذه كقاعده. الاعراض ديال النقص في الزنك، تخيلي ان الا كان هناك نقص كبير في الزنك، خصوصا مثلا الاطفال اللي كيعانيوا من سوء التغذيه، واللي تيعانيوا ايضا من الاسهال سبب مثلا عدم تحمل من القمح، ولا حنت الاسهال عنده اسباب كثيره، يعني الاسهال سبب مرضي، فكنلاحظوا ان كيكون هناك داك الوليدات الصغار وحتى المراهقين ما كيوصلوش للطول اللي هو مناسب، يعني كيكون هو ما كيولي بحال نقص في النمو، نقص في النمو يعني كيوليو يعني كيكون ما يسمى بواحد التقزم، يعني كيوليو قصر، واخا كتلقاي العائله كامله طوال تبارك الله كتلقاي داك الوليد ما كبرش مزيان. كنلقاو ايضا حتى واحد الضعف في الحاسه ديال الشم والتذوق، يعني هذاك الانسان اللي كيعاني من نقص في الزنك ما كيبقاش يمكن الحاجه راها مالحه، ويبقى يزيد مثلا في الملح، كيولي عنده خلق في التذوق، خلق في التذوق. نعم ما ديك البنه ما كتوصلوش هو مزيان، وحتى الرائحه ما كي يعني ما كي يشمهاش مزيان، يعني الرائحه ما كيخصو كميه كبيره مثلا للرائحه تكون مجهده عاد هو يشمها. واخا الا سمحتي اسماء غادي نواصلوا، ولكن غادي ناخذوا المكالمات اللي معنا اليوم. معنا سميره من تارودانت. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير عليكم. صباح النور، لاباس عليك؟ إذا رائعة والمذيعين تاعها أروع. والله لا وناسها تا هما، الله يعطيكم الصحة. بارك الله عليكم. أكثر. والله برامجكم كلهم غزالين. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. كنسلم كنشكر سميحة وبارك الله عليكم. اللي بغيت نقول لك أختي سناء. هي تفضلي. أنا عندي في الطول متر 66 وفي الوزن 90 كيلو. ياك انا كنقص الماكله، ولكن ما والو، ديما نفس الوزن، ما كناكلش البيض، الحاجه المقليه، الدهنيات، الزبده، بحال هكا زيت العود باش كنفطر صافي، وكاس الحليب. دابا بغيت غير نعرف في العشيه نحيد العشاء، ولكن في الكاسكروت كناكل الخبز، واش زعما داك الخبز حتى هو نحيدو ولا شنو؟ بغيت نعرف. والرياضه بالنسبه للرياضه ما كندير حتى رياضه، غير كنتمشى في العشيه ساعه المقاله هكذاك نص ساعه تقريبا. كنشكركم بزاف. الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف سميره. نعم بالنسبه متر 66 كيلو الوزن راه زايد بزاف، غير هو كدير قال لك قالت لك دير الكوتي مع واش تحيد الخبز ولا لا. الكميه ديال الخبز دابا واحد القضيه كاينه، هو كتقول لك انا نقص من الخبز، هذاك نقيس الخبز راه نسبي ولا علاش؟ كاين اللي دابيتود يعني من العاده ديالو انه كياكل، يعني الا جاي ياكل الغداء اكثر حاجه كلاها هي الخبز، ما كلاش يعني الخضره كلا شويه، يمكن شويه ديال اللحم، ولكن اكثر يشبع من الخبز. هذا ملي كتجي كتقول له نقص من الخبز يلاه كيوصل، يمكن كينقص ولكن كتبقى الكميه دائما زايده. حنا المشكل في زياده الوزن عندنا الا كنا محيدين مثلا المقليات، محيدين السكريات، وهذا كيبقى الخبز. الخبز هو اللي كيكون السبب ديال الزياده في الوزن عند بزاف ديال الناس، خصوصا دوك اللي عندهم واحد الحب للخبز، يعني ما يمكنش ياكل الا ما كانش الخبز. اذا الكميه ديال الخبز بالنسبه لهاد السيده اللي غادي تاخذ ما خصهاش تفوت واحد، يمكن الصباح تاخذ واحد 80 حتى 100 غرام، ولكن في الغداء وفي العشاء الا ما كانش مصدر للنشويات عاد تاكل الخبز. يمكن الا دايره بطاطا داك النهار ما تاكلش الخبز، الا دايره
الا دايره مثلا في لو سواغ مثلا دايره رغيفات ولا دايره هذا ما غاديش تاكل الخبز، فهذا الشيء اللي خصها دير. وكذلك خصها تعرف دير بحال واحد الكارني وتقيد فيه شنو كلات وحتى بالكميات، وملي دوز سيمانه تشوف شنو هي الحاجه اللي بقى اللي كثرت منها خلال هذاك الاسبوع. يعني راه تقدر تحيد المقليات وتحيد هذا الشيء كله وتاكل كميه كبيره من الخبز بالخبز مثلا على طول النهار، يعني راه عودتي شي بشي، راه نفس الكميه ديال لي كالوري خليتيها. نعم غادي ناخذ مكالمه اخرى. خديجه من الدار البيضاء ومن بعد غندير فاصل. الو خديجه. السلام عليكم. لاله. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. ثاني مره عندي الحظ يشد لي الخط. الحمد لله الحظ لينا. بارك الله فيك. الله يخليك. الله يخليك. بغيت نسول الدكتوره بالنسبه لي، انا عندي الكوليسترول دابا كتشدني الدوخه بزاف، كيبقى راسي كيدور وكتشدني واحد النهجه في قلبي بحال كنحس كيتزير عليا النفس ديالي، ما كنقدرش ما كنتنفس. شحال عندك من في عمرك؟ هادي 36. وعندك صوابق مرضيه مثلا في امراض القلب ولا شي مشكل صحي؟ لا لا ما عندي حتى شي حاجه صحيه. هذا الكوليسترول يلا هذاك في عامين هكا كانت عندي واحد المشاكل وداك الشيء، من بعد اكتشفت انني عندي الكوليسترول غير حيتي وهذا هو اللي يدير لي هذه الخنقه. نعم. ما كنقدرش نبقى نتنفس بعض المرات. وعندي هذا المشكل اللي قلتي كذلك ديال جفاف الشعر والجسم وكل شيء عندي بحال هذه المشاكل اللي قلتي. دابا عندي واحد النقص هذا اللي قلتي، نقص في هذا الفيتامين ما سمعتوش بزاف. المهم حاليا انا عندي مشاكل، نقص في الجفاف عندي في الوجه وفي الشعر وفي الجسم ديالي، واخا تيكون الصيف او تيكون يعني الميه الدم ولا شي حاجه ديما انا وجهي كيتقشر ليا. وعندي هكا تجاعيد ولاو في الجناب ديال وجهي، في الجناب ديال فمي. واخا بالنسبه للتغذيه ديالك لاله، هذا هو اللي بغيت نسولك عليه. بغيت شي ريجيم اللي نقدر نديرو، باسكو عندي دابا في الوزن ديالي عندي 1.60 وفي الوزن ديالي عندي 74 كيلو. وشنو عطيني فكره على التغذيه ديالك خلال النهار؟ يعني كناكل عادي، كنفطر بحال ما زيت العود وخبز، بعض المرات كيكون ديال الزرع بعض المرات كيكون عادي. في الغداء كناكل مرقة عادي مع الوليدات كيف كناكلوا ديما، وضروري الخبز كيف قالت هذيك السيده ما كنقصوش. الكسكروت بعض المرات كيكون كرواسان رغيفات بغرير، بعض المرات لا كيكون غير الخبز وزيت العود. وبالنسبه للحوم والمصادر ديال البروتينات كناخذهم اللحم البيض 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 كناكلو، ولكن مؤخرا سمعت بان صفار البيض كيطلع نسبه الكوليسترول هو اللحم. علاش ما بقيتش كناكلو بزاف، وليت كنقص منه شويه. واخا واخا لاله غادي نجاوبك ان شاء الله. واخا خديجه شكرا لك بزاف على تواصلك معنا. غادي نديرو فاصل اعلاني وغادي نرجعو مباشره نجاوبو خديجه من الدار البيضاء. عندنا تفضلي اسماء نجاوبو خديجه من الدار البيضاء. نعم، فبالنسبه لخديجه تقول ان هاك تزير من الكوليسترول وراسها كيدارها. بعدا الكوليسترول في البدايه ديالو من يلاه كيبدا يطلع ما كتكونش عنده حتى شي اعراض، يعني الا ما درناش التحاليل ديال الدم وشنا الكوليسترول يعني في البيلو ما كاينش هناك اعراض اللي من هذا النوع هذا. إذا سمحتي أسماء، وحنا كنتكلموا نيت على هذا المشكل ديال خديجة. نعم. وتكلمتي على الأهمية ديال البيوتين وعلى الزنك. نعم. واش مثلا الناس الأشخاص عاديين اللي كيسمعونا اليوم بغاو مثلا يعرفوا واش عندهم هذا النقص ديال الزنك. نعم. أولا ديال البيوتين بغض النظر على الأعراض، واش ممكن أنه مثلا تفتح تحاليل ديال الدم أولا أي. نعم. شي تحليلة كيبان؟ بالنسبة للزنك يعني كيكون هناك كاينين يعني تحاليل اللي يمكن أنهم يديروهم وكيعرفوا النقص. بالنسبة البيوتين فهو شويه صعيب. يعني حتى لو كان هناك يعني تحاليل وهذا ما غاديش يكون يعني في المتناول ديال كل شيء. وكذلك حنا بالاساس كنعتمدوا على الاعراض في هذا النقص هذا اكثر من اي حاجه. نعم. فبالنسبه للسيده اللي كتكلم على ان الكوليسترول كيدير لها الاعراض ديال ضيق النفس وديال هذا وديال الحرق الراسي، فالكوليسترول ملي كيكون طالع راه ما كاينش هناك اعراض، يعني ما كاينش هناك اعراض الا يعني بالنسبه لبعض الحالات كاين اعراض ديال مثلا بعد يعني الاكياس اللي كتكون حول العين، وهذه يعني واحد في مرحله يعني حتى متقدمه عاد كيبانوا بحال هاد الاعراض. اما بالنسبه ليها هي فكيف ما قلنا ان نقص في اي مكون غذائي من بين الزنك والبيوتين كيعطي اعراض، اللي من بينها يمكن كيف ما قلنا الحريق دالراس، يمكن ضيق في التنفس. فغير الا لاحظنا فاش تكلمنا على هذا البيوتين على هذا الفيتامين اللي هو بي 8
وشفنا الاعراض ديالو لقيناه كيعطي بزاف ديال الاعراض اللي يمكن نخلطوها مع اعراض ديال امراض ولا بحال يمكن هي دابا هذا الاحساس اللي عندها يمكن يكون نقص يعني في بعض لي ميكرونيتريمون واللي كيعطيها هاد الاعراض هادو ولكن يقدر يكون ايضا نقص في يكون السبب ديالها نفسي ضغوط نفسيه وهذا اذا يعني من الافضل مثلا ترجع استشاره طبيه وتشوف مثلا هاد الاعراض هاد الاعراض من الجايه بالضبط. اما بالنسبه للكوليسترول اللي هي عارفه انه طالع عندها هذا لازم انها تتبع لي حميه اللي هي يعني قليله من نقصه بالاساس من الدهون المهدرجه. فإلى لاحظتي هي تكلمت قالت لك انا في السوق كناخذ كرواسا ولا كناخذ رغيفات ولا كناخذ فبالاساس ديال الحميه اللي ضد الكوليسترول هو اننا نقصوا من كميه ولا نحيدوا الدهون المهدرجه اللي كتواجد كما قلنا في الماغارين وفي الحاله ديالها هي من خلال يعني هادشي اللي قالت لينا كتاخذ الكرواسون اغلبيه كيصيبوها بلا ماغارين يعني الا نادرا الا داروا الزبده. فالماغارين الا كانت كتاكل هاد الكرواسون بواحد الصفه اللي هي منتظمه مره ولا جوج في السيمانه ولا وبكميات اللي هي مهمه فهادشي غادي يسبب ان الكوليسترول يطلع. هذه اولا. ثانيا لي زاسيد غراس ناتوري اللي هما اي زيت بحال دابا الزيت باش كتصايب الرغايف ولا زيت المقليه ولا المقليات فهاد الشيء هو اللي كيطلع له الكوليسترول. وفي الدراسات يعني الاخيره تبت ان الكوليسترول يعني اليمونتير اللي كنلقاوه يمكن في المخ ولا كنلقاوه في الصفار ديال البيض ولا كنلقاوه في لي فيسير اللي في السقاطه ديال يعني في الكلاوي ايتو فهاد المواد هادي هاد الكوليسترول هذا ما كيطلعش الكوليسترول ديال الانسان قد ما كيطلعوا الاحماض الدهنيه اللي هي مشبعه وقد ما كيطلعوا هاد الاحماض الدهنيه المهدرجه. اذا لازم ترد البال من هاد جوج المسائل اللي كنلقاهم فعلا كنلقاهم في اللحوم الاحماض الدهنيه المشبعه كنلقاهم في اللحوم والدهون المهدرجه كنلقاوها في لي باتيسخي في لا مارغارين ايتو. اذا غتنقص هاد الشيء. الاهميه ديال الحميه هنا ما لازمش ان الحميه لتخفيف الكوليسترول تكون النتيجه ديالها اننا نقصوا بعض لي ميكرونيتريمون هذا العناصر المعدنيه اللي هي الدقيقه ولا الفيتامينات. علاش؟ لان ملي كنقصوا الدهون فاوتوماتيكمون مباشره كنقصوا ايضا بعض الفيتامينات بحال فيتامين ا ودي وكا او لان هاد الفيتامينات هادي كتواجد في هي كتذوب في الدهون. اذا ملي كنقصوا الدهون كنقصوا ايضا هاد الفيتامينات هادي. اذا لازم انه يكون هناك واحد التوازن. هذاك الشيء علاش الحميه ماشي اي واحد ممكن يديرها لراسو وماشي اي واحد ممكن يديرها. راه هي عمليات حسابيه اللي كنحاولوا ناخذوا يعني نحاولوا نجيبوا لها جميع ما كتحتاجوا من مواد اللي هي ضرورية وفيتامينات وفي نفس الوقت ان نراعي وان عندها الكوليسترول ونحاولوا ان الحميه تخفض حتى من الكوليسترول. يعني خاصها تركز على الخضار الفواكه. نعم بالنسبه لي هذا المقليات وكيف ما قلتي واحد النقطه مهمه وانا تفادى في الكوتي يعني هاد لي كرواسون وهاد الشيء اللي فات وهاد الكرواسون لانه كتكون فيها وهاد لي غاتو. نعم الزبده وحتى الحلويات. نعم إيه؟ وهي تكلمت ايضا على الاعراض ديال الجفاف ديال البشره ديالها ديال الشعر هذا فهي تحاول تاخذ مثلا اللحوم اللي هي قليله الدسم بحال اللحم ديال الجمال على الاقل واحد المره في الاسبوع بحال الدجاج بحال البيبي فتحاول تاخذ هذه المسائل هذه باش تعوض ويكون عندها مصادر ديال بالنسبه للعنب حتى هي ما فيهاش بالنسبه الرنب قنيه زعما القنيه ما كيكونش يعني فيها خصوصا القنيه ديك الخلويه اللي يعني اللي كتكون كتجري ايتو هذيك ما تيكونش فيها الكوليسترول. إذا سمحتي معنا آخر مكالمة ما خليوش ننتظر. ملكة ممكن نسألو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله ملكة. في الأول كنبغي نشكركم على هذا البرنامج الرائع اللي صراحة كنستافدوا منه بزاف. الحمد لله الله يبارك فيك. وبغيت نهضر مع أخصائية. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام على الله مرحبا. بغيت عرفتك نهضر معك على حساب لاميني عندي هذا المشكل كنعاني منه واخا كناخذ تريتمون. نعم. أها. كندير لي نفاس كنلقاها هابطه بزاف ولا فيغيتين عندي هابطه كانت عندي لقيت فيها ثلاثه ومن بعد عام وليت درتها لقيتها ولات عندي جوج يعني هبطت لي بزاف واخا كناخذ تريتمون كنلقى دائما غير كنحبسو كنرجع لنفس المشكل. عندك الوزن ديالك عادي؟ عندي متر وسبعين وكنوزن 52 متر وسبعين وكتوزن 52 وما عندكش اعراض ديال انتفاخ الباطن ديال الاسهال كونستيباسيون؟ عندي مشكل كان عندي مشكل في المعده وكنت درت الفيبروسكوبي
ودرت كسميتو ودرت لا نباط وجيري ان ميكروب. داكور. وما عندكش الحساسيه ديال الجلوتين ولا؟ لان الوزن ديالك نقص بزاف، يعني من الطبيعي ان يعني يكون عندك هذا الفقر الدم. ما كتجيكش مثلا الدوره الشهريه ما كتجيكش بغزاره، ما كتجيكش كثيره؟ شي مرات مره كتكون عندي مقعده، مره كتجيني كثيره، يعني كل مره وكيفاش كتجيني. ما عنديش شي مره كتجيني نيشان كنقول صافي راه ما كاينش المشكل منها، شي مره كنقول راه منها. وبعد وبالنسبه يعني الاكل ديالك، يعني كتاكلي من كلشي، شهيتك مفتوحه ولا عندك شهيه قليله؟ يا قليله، بحكم انني في الاول كنت كندي بلاصه من المدينه ديالي كنمشي نقرا، يعني كنبي نهار كامل وانا خارج الدار، يعني كتعرفي كناخذ غير داك الوجبات السريعه شي مرات، شي مرات اضطريت حتى ترجعي للدار. ودابا في هذا الان ودابا حاليا دابا شي سيموا ولا كناكل مزيان، كجلسه في الدار وداكشي، واخا كنخرج كنولي نرجع للدار كنتغدى مزيان. مزيان. فحاولي انك تاخذي، لان التريتمون ديالك تكمليه، وتحاولي تاخذي يعني كل الاغذيه اللي هي غنيه بالبروتينات، تاخذي الاغذيه اللي هي تاخذي فواكه يعني بكثره، تاخذي يعني مكسرات يعني فواكه جافه بكثره، تاخذي البيض ايضا، تاخذي اللحوم يعني بشكل يومي، وتاكلي كميات اللي هي مهمه باش، وخصوصا اللحوم الحمراء، باش لان خص الحاله ديالها متابعه، لان جوج في الفيريتينيمي فهي قليله بزاف، خصها متابعه فيما يخص النظام الغذائي ديالها، يعني على الاقل تحاول تتبع هذا الشيء ان شاء الله ويكون خير. واخا ربما ان شاء الله في حلقات مقبله نتكلموا باستفاضه يعني على الفقر الدم، باش يستافدوا منه المستمعات والمستمعين اللي كيعانيوا من هذا المشكل. اذا شكرا لك بزاف اسماء ازري والاخصائيه الحميه والتغذيه على كل هذه النصائح اللي قدمتي لنا اليوم. اذا نشكر كل المستمعات والمستمعين الاوفياء لحسن المتابعه والاستماع للبرنامج الملتي لكم. تحيات كل من وفاء فائز في الاخراج، البرمجه الموسيقيه سميحه عشوبي، في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. خليكم دائما اوفياء لجميع برامجنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم.